إذا مشاهدين متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم ورجعنا لكم في بث مباشر آخر بالضبط مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في المنطقة ديال عين سباع بالضبط حي الأمان، يعني بالقرب من مركز الشرطة هنايا بالأمان، حي الأمان مدينة الدار البيضاء عين سباع، يعني من وراء مرجان. يعني كيفما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، قبل قليل كان هنايا الضوء مقطوع على السكان ديال هذه المنطقة هذه، يعني تقطع مباشرة من بعد انتهاء ديال الماتش. وفاش رجع الضوء رجع بواحد الوتيرة اللي طالعة وطالعة بزاف، فالناس تحرقوا لهم التلفازات ديالهم، تحرقوا لهم كل ما هو الكتروني، كل ما هو خدام في الضوء فتحرقوا لهم. والغريب في الامر ان الناس كاينين اللي دايرين الدوايات ديالهم في الثلاجة، كاين اللي داير الانسولين ديالو مسكين في الثلاجة، فخسرات ليه يعني صراحة لا حول ولا قوة الا بالله. والشركة المسؤولة في خبر كان كيف ما كنقولوا بهذا المعنى هذا، جاوا لهذه المنطقة هذه قالوا لهم كونوا هانين حنا غادي نشوفوا شنو المشكل، فوقفوا لعدة دقائق من بعد ذلك تحركوا ومشاو في حالهم. يعني صراحة لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الشيء بالضبط مدينة الدار البيضاء حي الأمان، يعني الناس هنا كيستغربوا الواقع هذا الأمر، ما عرفوش شنو السبب اللي خلى هذا الضوء هذا يتقطع، يعني ما عندهمش حتى شي إجابة من هذه الشركة المسؤولة. يعني الناس باقين عندهم علامة استفهام ديال سبب ديال هذا المشكل هذا، وشكون غادي يعوضهم. يعني السؤال المطروح دائما، من المسؤول عن هذا الوضع؟ من المسؤول على هذه الكارثة؟ من المسؤول على هاد الناس هادو اللي تحرقوا لهم الأسد ديالهم؟ يعني صراحة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قبل قليل كانوا الناس هنايا خارجين، العشرات ديال الناس أو لا السكان ديال هذه المنطقة هذه كانوا خارجين في هذا المكان هذا باش يعرفوا شنو الحل ديالو. يعني هذا هو الحي، حي الأمان مدينة الدار البيضاء عين سباع، عين سباع، عين سباع، حي الأمان، يعني قرب الوفاق. خويا خليك انا شتك الميكرو، انا ما نبينش وجهك شتا كنسرك. خويا عاود لي شنو اللي وقع. خويا اللي وقع هو كنا من ورا الماتش ديال المنتخب المغربي مع مع المنتخب الفرنسي، غير سالا واحد خمسة دقائق مشى لينا الضو. كيفاش مشى الضو؟ ما عرفتش الضو تفرقع. تفرقع سمعت؟ البولات عندنا تلاحوا شي ناس في العماره اللي حدانا تما مشى لهم المشكل ديال الثلاجه، تحرقوا لهم والثلاجات، جاوك احتجوا هنايا شويه. جاو صحاب لي ديك، صحاب لي ديك ملي جاو عندنا قال لك صافي حنا غادي تجي، جاو هما شافوا قال لك حنا غادي تجي الطوموبيل خاص ديال بيرمانونس غتصوب لكم. سنيناها جات هذاك الطوموبيل فعلا المسؤول، غير شاف الضو وسميتو قال لك صافي حنا غادي غنمشيو حتى غنصوب لكم الضو. غير قالوا لنا سيروا انتوما ديوركم حنا واحد شويه نصوبوا الضو. كي مشات الناس مشاو دخلوا لديورهم وعطانا كي مشاو الناس هما يجوا اوتوماتيكمون مشاو دابا ما كاينينش. وعطانا واحد الواحد قال لك شوفوا غدا ان شاء الله حنا غادي اللي محروق عليه شي حاجه غنصاوبوها ليه. وقلنا ليه دابا المشكله اللي كامل دابا اللي عنده الدواء الانسولين ولا عنده شي حاجه ايرو وشي يمشي له حبس السبن حاجه خاصكم تجيو تصوبوا لي دابا داك الساعه نكون هاني فيه هاد اللي غيتصوب الضو. في ظرف معين ما كايناش 10 دقائق مشاو الناس مشاو هما دابا راه ما كاينينش. يعني ما وفوش بالوعد، ما وفوش بالوعد ديالهم. وحنا دابا ان شاء الله غدا جميع داك الشيء الخسائر اللي عندنا من ناحيه التلفازه ولا الثلاجه اللي خسرات، كل ما هو الكتروني تقريبا راه غيخسر، كله الكتروني مشى. وحتى السلالم ديال العمارات اللي هما المسابح اللي فيهم كل شيء تحرق، المصابيح كلهم تحرقوا، كلهم تحرقوا. ودابا كان سميتو كنحملوا مسؤوليه على جميع الخسائر، وكنحملوا مسؤوليه على الناس اللي دابا حاليا اللي عندهم الضوء تكون في الثلاجه وما كاينش في الثلاجه. كاين الناس اللي عندهم هذيك الانسولين عنده وحده، الانسولين عنده وحده يقدر يدقها في هذا الليل، يدقها ويدقها في الصباح تخسر لي، تخسر لي غير لوحه. وهاد الناس ديال اللي ديك ما كتحملش مسؤوليه. والمشكله اللي وقع تقريبا هذه عامين هذه
نفس الخطا، كاين واحد الكابل ديال الضو جايبين من البوست كبير حتى لهاد العماره هذه، هذاك الكابل رقيق، وقع نفس المشكل اللي وقع، وتحرقوا الناس التلفزيون ديالهم. عليكم السلام تبارك الله. عطاونا وعد وصوبوا لنا داك الكابل، ها هو دابا نص ساعه تاني وقع المشكل. دابا قبيله انا قلت لهم، اللي بدلتو الشكاليتي باش ديروا يعني كي غيسلك سلك زعما فهمتي، غير سلك، وهذاك السلك هو اللي وقع دابا المشكل. الناس العمارات كلهم الا دابا درتي العماره ديال كلشي دابا طافي طافي، اش داروا؟ جاو اوتوماتيك طيحوا الضوء على الناس باش ما يوقعش لهم هما، باش ما يتحرقوش الناس، ما تحبش مسؤوليتهم ومشوا بحالهم. دابا ليديك فهمتي، حنا كنطالبوا بهذه ليديك هذه في شي بحاله ما عاد نديروا بها. علاش هاد الناس ما كيديروش خدمتهم؟ دائما المشكل طاري عندهم، دائما المشكل. وتصور يجي ويعطيك وعد بان حنا غنصوب لكم الضوء في ظرف ديال 10 دقائق، ما وفوش به، قال لك غير سيروا نتوما دابا ما تبقوش في البرد، سيروا لديوركم حنا غنصوب لكم الضوء. كي الناس مشاو لديورهم كنجيو كنتفاجئوا بانه غادروا للمكان، ما كاينينش. انت درتي لي راه كانوا الطوموبيل لي واقفين، ما كاينينش، جيت انا ما لقيتهمش، ما لقيتهمش مشاو، ما جيتش ما لقيتهمش. علاش؟ لان داروا بحال ديال فهمتي يعني يقول بوكم كيف ما كنقولوا بهذا المعنى، يقول بوغر يوصل يعني صراحة لا حول ولا قوة. حنا مواطنين مضرورين، وحنا هاد الناس هادو غدا ان شاء الله راه كلشي هاد الساكنة غتمشي دير غير الشكايات ديالهم، الشكايات ديالهم في ليديك ديال عين السبع. وهاد تقريبا من دار هنايا وتقريبا كاينة جي اش 20، جي اش 21 و 45 تقريبا، كاينة تقريبا واحد 400 مشكل، 400 دار. دار يعني شوف شحال الدار، شحال من واحد ساكن فيها. تقريبا شحال من واحد، تقريبا نديرو حنا غير 4 ديال الناس في الابارتومون. شوف شحال الساكنه تقريبا غتعطيك. وهاد الناس كلهم راه عاوش لهم لا ديك، جاو المسؤولين بعد اول حاجه ملي اتصلنا بهم بالتليفون، قال سير بسير عندي ناس اخرين. قلت شري عطيني وقتي، عطيني وقتي لان غندير ريكلاماسيون، نعطيك هذاك الشيء اكزاكت، ماشي نبقى نعطيك انا التخربيق. قلت لك راه كاين المشكل اللي عندنا، مش تزرب عليا. وعاود عيطنا، وعيطنا حتى الرئيس مقاطعة عين السبع اللي تا هو مشهور، تا هو اتصلنا به، تا هو عيط ليهم. ملي انا عيطت ليه قال لك دابا غادي يجيو، فعلا عيط عليهم تا هو عاد جاو. ملي جاو جاو ديك ديال غنجيو واخا غنحل لكم المشكل، اللي عنده شي حاجه محروقه غدا نصوبوها ليه، وسيروا نتوما ديوركم دخلوا، حنا غنصوب لكم الضو. غير حنا مشينا جينا لقينا مشى. نتوما كساكينه باش كطالبوا؟ نعم نتوما كساكينه باش كطالبوا؟ حنا كنطلبوا باش جميع الاجهزه الالكترونيه تصوب غدا ان شاء الله، يصوبوا الناس. والناس اللي عندهم مشكل ديال الضو هذاك ما عندوش الحل، لان كاينش الضو خسر. المشكل ديال ماباش يتعاود يتكرر هذا المشكل ديال العطل ديال الكهرباء، لان هذا الكابل خصو يصوبوه ديفينيتيفمون، ما بقاش فيه هذا المشكل. طبعا ماشي يديروا السلك احسن لك، حنا ما كنبغوش، خصو يصوبوا الكابل يصوبوه، هذا هو اللي كاين. وسميتو الساكنه كلها غضبانه على هذا المشكل هذا ديال بحال هذيك. يعني راه قبيله وصلتني خبر ان كانوا عشرات ديال الناس، عشرات ديال الناس كلهم نساء رجال خرجوا للشارع كيشوفوا هذا المشكل هذا، لان تفاجئوا كيبدا داك الشيء تفرقع عندهم في الدار. وبعد الناس راهم راه ماشي ناس راه باقي في الطوموبيل، باقيين باركين ما قدرش يطلعوا الدار خايفين، هذا رعب ماشي. وفي الاخر تجي تبان لينا في الصوره وتزيد ديماري الطوموبيل وتزيد، لا حول ولا قوه على مصلحه المواطن في كل اعتبار، باش جيت تبان وتمشي انت هذا. وكنطلبوا الناس المسؤولين ديال الدار البيضاء، كنطلبوا من السيده نبيله الرميلي العمده ديال الدار البيضاء باش تدخل، ان هذه الشركه هذه ما بقاش خدامه لينا مزيان، لان اغلبيه ديال المشاكل وتلف الفاتوره طالعين، طلعوا هاد الشهور هذا طلعوا الفاتوره كثيره كبيره بزاف وما كاينوش خدمتهم. كنطالبوها باش تحاسبهم، لان هي اللي هي مسؤوله على الدار البيضاء. كنطالبوا من هذا المنبر هذا ديالكم ديال شوف تي في، وتحيه لكم جميعا، كنعيطوا لكم كتجيو. مرحبا، هذا واجب، هذا واجب. مرحبا، حنا كصحافه مكتوبه ما عندناش، وكنتوما مرحبا، هذا واجب. الصحافه حنا دائما قناه الشعب، قناه شوف تي في دائما راه الاشاره ديال الجميع، حنا دائما معكم. يعني مشاهدينا الكرام، كنتمنوا ان الرساله ديال هاد الناس هذو تكون وصلت، كنتمنوا ايضا من الشركه المسؤوله انها تحضر الان في عين المكان وتحل المشكل ديالها مع الناس، لان هاد الناس هذو راه عياو. كاين الناس اللي تضروا بزاف، كاين الناس اللي الدوايات ديالهم كانوا في الثلاجات، كاين الناس اللي تحرقوا لهم التلفازات، كاين الناس اللي تحرقوا لهم الثلاجات. يعني الناس تضروا باش انك تجي توقف 10 ديال الدقائق وتوعدهم بانك تحل لهم هذا الامر وما توفيش به، صراحه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الناس هنا يضروا بالنسبه للناس، عفوا بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا في المكان، المنطقه ديال عين السبع الامان
منطقة ديال عين سبع حي أمان، عين سبع حي أمان قرب مركز ديال الشرطة ورا مرجان. يعني صراحة لا حول ولا قوة إلا بالله. كنتمنى أيضا الرسالة ديالنا تكون وصلت للجهات المعنية، تكون وصلت للمسؤولين ويقوموا بالتدخل السريع قبل فواش الأوان. إذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على أمان، نتلاقاوكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.